عليكم. اليوم عندي واحد التمرين نزول عن طرف بعد التلاميذ، التمرين 13 صفحة 86، دائما ماكسيما دوزيام اني كوليج. عندنا التمرين تيقول ا بي سي دي اي تان باراليلوغرام دو سنتر او. باراليلوغرام هو متوازي اضلاع، المركز ديالو هو او. سوا اي اي جي لي ميليو ريسبكتيف دي سيغمون ا دي اي بي سي. عندنا اي و جي متصافحات على التوالي القطعة ا دي والقطعة بي سي. مونتخي كو اي او باراليل ا دي سي، OG parallèle à DC, et on déduit que les points I, O et G sont alignés. Nous sommes les 7, nous faisons chaque axe là. Alors, nous sommes le chacun. Nous avons ABCD ou HLA. Nous avons dit ABLA. O, le centre. Alors, nous avons le milieu. Il y a AD et BC. D'ailleurs, AD maintenant, nous avons dit Berka. هذا هو لو ميليو. هذا هو لو ميليو بالنسبه كذلك للجهه الاخرى بي سي. نمشي ناخذ هذا وهذا لو ميليو. عندنا اي الميليو ديال ا دي وجي الميليو ديال بي سي على التوالي، يعني كيكون هذه مع هذه وهذه كل واحد بالترتيب. يعني هذه ا دي الميليو ديالها هو اي و بي سي الميليو ديالها هو جي. بون بروميير كيسيون مونتري كو اي او باراليل ا دي سي. هذه اي او هذا المستقيم هذا اي او هي اي او باراليل ا دي سي. الى شفتوا في الشكل راه كيبان لينا باغي ونخصنا مونطريو لينا. اذا هنا دائما الدرس هذا اللي كتهضروا فيه المثلثات التوازي، دائما غادي نردوا البال ان عندنا قواعد تيقول لك سي ان دووات باس بار دو ميليو دو سيغمون دان تريوغل ديريكتومون غيكون باراليل ا تخوازيام كوتي. الا كان مستقيم كيمر من منتصف ضلعي مثلث راه الضلع الثالث 100% غيكون كيوازي ليه. يعني دابا ملي غنبينو على التوازي خصنا نحدو فينا هما المنتصفات اللي كيمر منهم هذا المستقيم. عندنا في التمرين اون او هو لو سونتر ديال باراليلوغرام. لو سونتر باراليلوغرام اش كتعني؟ كتعني ان او هي مركز التقاء القطرين وهي المنتصف. يعني القطرين ديال متوازي الاضلاع كيلتقي في المنتصف ديالهم. اذا او ستا هي المنتصف ديال ا دي سي والمنتصف ديال بي دي. بون اول حاجه خصنا نحدو شكون هو المثلث اللي غنخدمو فيه. شكون هو المثلث اللي غنخدمو فيه؟ دونك هنايا عندنا المثلث ا سي دي. هذا المثلث هذا هو اللي غنخدمو فيه دابا ا سي دي. اول حاجه نقولو دون كيبان صافي دون لو تريانغل ا سي دي. دون لو تريانغل ا سي دي اون شنو عندنا في هذا لو تريانغل؟ او اي le milieu de AC. Lâche le milieu car O car O est le centre de parallélogramme, le centre du parallélogramme. D'ailleurs, il y a un marquage de متوازي الأضلاع كيمر من منتصف هو منتصف ديال القطرين باغالي لوغرام. وبالنسبة عندنا عاوتاني جي إي هي لو ميليو ديال أ دي. عندنا في المعطيات هما عطاوها لنا في التمرين إي لو ميليو دو سيغمون أ دي. عندنا إي إي لو ميليو
دو ا دي. هادي عندنا في المعطيات. بون شنو غادي نقولوا؟ غنقولوا دابخي القواعد اللي كيعطوكم في الكتاب او اللي كديروا في الدرس في القسم كيوليو مسلمات، يعني كنبرهنوا بهم. مادام برهنتوا على القاعده وكتبتوها اذا منها كنعتبر يعني دابخي لا بروبريتي هي اول قاعده درتو لا بروبريتي La propriété 1, on a, je n'ai pas, هادو منتصفات. إذن هاد المستقيم اللي كيمر مع المنتصفات كيوازي ديريكتومون تخوازيام كوتي ديال هاد لو تخيونغل هذا. on a O I باراليل ا دسي. دابا غندوزو للسؤال الثاني، قالك مونطخي كو او جي باغاليل ا دي سي، نفس البرهان اللي غنبرهنا به هذا غنبرهن هذا، غير دابا المثلث غيختلف. قبيلك عندنا مثلث ا سي دي، دابا ناخدو مثلث بي سي دي. هذا نفس الشيء دائما غنشوفو، نفتح لكم بعد القطعة المستقيم اللي غادي يوازي لينا هذا. هذا مستقيم، دابا هذا او جي يوازي لينا هذا دي سي. اذا دائما نكتبو نفس البرهان اون بون. غنحدو بعدا المثلث دون لو تريونغل بي سي دي اون دائما اي او اي لو ميليو de BD J est le milieu de BC alors OG parallèle à DC دائما دابخي بروبريتي 1. عندنا دابا قالك اون ديدوي كو لي بوان اي او اي جي سون اليني، قالك بين ان النقط هما هم في الشكل بين اليني اي او جي، وني خصنا نبينهم انهم اليني. شنو عندنا؟ عندنا في السؤال الاول برهنا ان او اي باغيل ا دي سي، السؤال الثاني بين هنا ان او جي باغيل ا دي سي. عندنا ثالثيام كويستيون ان اون او اي باغيل ا دي سي، هادي ان او جي باغيل ا دي سي هادي دو. دونك غنديرو من هادو بجوج بيهم اون ان اي دو اون او اي باراليل ا او جي. عندنا دائما اذا كان مستقيم متوازيان واذا وازى مستقيم احدهما الاخر فانه يوازي الاخر، اذا هاد جوج بهم متوازيين نفس المستقيم تيوازي لنا جوج المستقيمات، اذا هادو راهما متوازيين لانهم كيوازيو لنا نفس المستقيم. اذا او اي كيوازي لنا او جي، الا كانت او اي كيوازي لنا او جي وعندنا هنا او كتنتمي للاي و او كتنتمي للجي، يعني المستقيمين شنو هما مستقيم متوازيين؟ انهم عمرهم ما يتلاقاو تيكونوا متوازيين، وعندنا نقطة كتنتمي لنفس المستقيمات بجوج بيهم. هاد الهضرة اش كتبين لينا؟ كتبين أن هاد المستقيمات راهما منطبقين، يعني أنهما منطبقين، يعني أو إي أو جي راهما منطبقين. غنديرو دونك هاتي نديرو أون أو أبارتيان أ أو إي إي أبارتيان أ أو جي. Alors, O, I et O, G, de droite, confondu, confondu, il y a mon tabrin, confondu,
هما مستقيمان منطبقان. بالتالي دونك اي او اي اي جي سون اليني، مادام انهم مستقيمين انهما مستقيمين منطبقين فهما عندهم كينتميو نفس المستقيم، اذا فهما نقط مستقيمه سون اليني. اذا كنتمنى تكون هاد التمرين فهمتوه لانه هو بسيط، وان شاء الله غادي نكمل لكم التمارين الاخرين، وكنعتذر بزاف الا كنتاخر في الحطان ديال التمارين، ومهم عذروني وشكرا لكم. وكنتمنى اللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا ويوصلوا كاع التمارين في اي جديد يوصلوا، وشكرا لكم.